اهلا بكم سادتي المشاهدين في هذه الحلقه من برنامج جدل العراقي. الصدر ينهي امال صالح بولايه جديده وبالتغريده القاضيه هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم. تغريدة السيد مقتدى الصدر هذا اليوم بخصوص عدم توقيع الرئيس برهم صالح على قانون تجريم التطبيع، ربما كانت تحمل رسائل، كانت ربما قاسية، أبعادها وتداعياتها أيضا راح نناقشها اليوم مع ضيوفنا، كل من المستشار القانوني والخبير الاستراتيجي أستاذ كاظم الجهيشي هنا من استوديوهاتنا في أربيل. أرحب أيضا بالقيادي في الإطار التنسيقي السيد جبار المعموري ينضم معنا عبر سكايب. أبدأ أولا من المستشار القانوني أستاذ كاظم الجهيشي، مساء الخير. أهلا، مساء الخيرات أستاذ. اليوم يومكم بالتفسيرات وقال له وريد العدل وين؟ نعم. بعد تغريدة السيد الصدر اللي تخص انتقاده للسيد برهم صالح بشأن عدم التوقيع على قانون تجريم التطبيع، أول شيء سؤال سياسي. نعم. حضرتك أيضا مو بعيد عن أجواءنا. نعم. انتهت فرص الرئيس برهم صالح بولاية جديدة مع كل حبنا واعتزازنا واحترامنا لشخص الرئيس؟ بدءا تحية لك أستاذ أنس وإلى قناتكم الكريمة وإلى ضيفك العزيز. جوابا على سؤالك، السيد برهم صالح منذ أن يعني تم إعلان الترشيحات وهو أيضا أعاد ترشيح نفسه. نعم. لهذا المنصب، هو من هذا اليوم هو شخصية جدلية غير مقبول حال الذين تم استبعادهم. ليش؟ أكو نقاط محددة تم تحديدها من قبل الأطراف الأخرى. هاي واحد. اثنين، بالنسبة للسيد برهم صالح حقيقة يعني ما أعرف، أصبح شخصية جدلية. يعني شخصية جدلية، شلون شخصية جدلية؟ يعني من باب هسه موضوعنا احنا اليوم، موضوع حلقتنا اليوم والتغريدة مال السيد الصدر والموضوع كله أخذ موضوع حيز كلش كبير. زين، السيد الرئيس هو يعني تم حنث اليمين قبل فترة، ما صار مو بعيد، بماد من أطلق صلاح بقانون السيد الرئيس حنث باليمين. نعم نعم. شنو رئيس الجمهورية أستاذ أنس؟ رئيس الجمهورية هو الشخصية المعنوية الاعتبارية الحامي للدستور والحامي للوطن، متعريفي تعريف القانون وتعريف الدستور لكل اتنين الشرف أن نحتمي وتحت مظلة هذا الدستور والقانون. اعطيني دليلك القانوني. نعم نعم. أو في التحليل نعم. السياسي. نعم، أعطيك الدليل القانوني. شنو واجبات رئيس الجمهورية والمواد القانونية نصت عليها الدستور؟ شنو واجباته؟ المادة 63 أولا، إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس الوزراء باستثناء ما يتعلق، انتبه هنا، حنث اليمين بأول مادة ذيك المرة وطلعت بقناتكم العزيزة وضحتها، إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي. ذيك المرة كانت شنو؟ إطلاق صلاح ابن المحافظ تاجر المخدرات، وتعد المخدرات من الجريمة الدولية. بعدين ورا ما أطلق صلاحه وراح للسويد صلوات على النبي ونزل بالمطار وراح ودار وجهه وراح وراها تراجع بمرسوم آخر، وهذا يعتبر الحنث باليمين باعتباره أطلق صلاح. زين، ثانيا المادة ثانيا المصادقة على المعاهدة. لا لحظة، ما يحتمل أن يكون خطأ إداري يقع فيه؟ ماكو خطأ إداري أستاذ أنس. لا ممكن خطأ، لأنه من الصعوبة على رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية هو رئيس العراق. تفضل. من أقصى إلى أقصى. نعم. ما معقول أنت اليوم مقدم له مجموعة أوراق مال العراق كله، لأن أنت تعرف حضرتك. نعم. هاي مجموعة الأوراق أكيد أكو مناقشات تجري بيها مع مستشارين. نعم. مع شخصيات مقربة من. نعم. من السيد. نعم. الرئيس. نعم. وبالتالي هذول أخذ رأيهم يلا اشتغل هاي الشغلة. الكل تتحاسب بهذا الموضوع. الكل تتحاسب. نعم،
لأن الرئيس إن كان كشخصية يعتبر يجهل القانون فهو حاط مستشارين، ويا مكثر المستشارين القانونيين وبصفات بصفات حتى شهادات عليا دكاترة. طيب هنا أنا ما قدر واحد من المستشارين مثل ما أنا هسه دا أفسر إلى شعبنا ومجتمعنا مثل ما دا أفسر مو بكيف دا أفسر، هذا نص دستوري كلمة واحدة ما أقدر. عندي نقابة، نقابة المحامين، وانتمي إلها واعتز والشرف عضو اتحاد الحقوقيين العراقيين وعضو نقابة المحامين، واجبنا أنه كلمة منهم ما تنقص، كلمة كلمة، هذا واجب القانوني والأخلاقي. طيب هنا يا يعني المستشارين أنتوا من جاء هذا الكتاب العفو الخاص، قعدتوا يمه من قال لكم، بس هي شغلات سياسية أستاذ أنس، إحنا لن نضحك على رواحنا، 20 سنة سبب دمار العراق هي هاي السوالف، سبب دمار العراق وانتشار المخدرات هي هاي السوالف، تدخل كتل سياسية وتدخل هذا الرئيس الكتلة وذاك رئيس الكتلة والبلد ضاع. هو شنو البلد؟ ليش البلد ضاع؟ البلد ضاع بهالطريقة هاي. خل أشوف رئيس السياسة، خل اشوف الاستاذ جبار، السيد جبار المعموري، مرحبا بك سيدي الكريم القيادي في الاطار التنسيقي. اعيد نفس السؤال بعد تغريده السيد الصدر التي تخص انتقاده للسيد برهام صالح بشان عدم التوقيع على قانون تجريم التطبيع، هل انتهت فرص الاخير بولايه رئاسيه جديده؟ ومن وجهه نظركم كاطار تنسيقي، متبنيات الاطار التنسيقي هي تقريبا ذاتها متبنيات حلفاء، ونعني هنا أنه مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، فما هو رأيك؟ نعم تحية لكم وإلى ضيفكم وإلى مشاهديكم. نعم نحترم تغريدات سماحة السيد مقتدى الصدر الأخيرة، ونقول أين كانت هذه التغريدة عندما كان الرؤساء السابقين لا يمضوا عندما في قانون الإعدام، عندما يقر القضاء العراقي بأنه الإعدام، وذلك نشكر هنا الرئيس المالكي الذي أعدم صدام في واتخذ قرارا شجاعا بطلا، ولذلك نقول اليوم أن هذه التغريدة جاءت مع مخرجات الإطار التنسيقي البارحة التي هي أنذرت الديمقراط بالإسراع بتقديم التفاق على مرشح، ولذلك هنالك ثبات وطني، هناك اتفاق للعزم الذي جاء بأحمد جبوري وكذلك ثابت العباسي ومتنسى من رأي والبابليون والإقاريون والاتحاد جميعا، قالوا أن المدة تقريبا أوشكت على الانتهاء، ثم فوجئنا بأن هناك تغريدة لسماحة السيد. جيد، التغريدة جيدة، ويجب أن نضع حد أمام من يخالف القانون. لماذا الرئيس لا يمضي على هذا القانون أن يخرجوا؟ ولكن أقول لكم بأن 15 يوم من مهلة القانون يصل إلى الرئاسة سوف يذهب إلى الجريدة الرسمية وينشر هناك عبر وزارة العدل وقد نشر أيضا، وأرجو منكم أن تخرجوا للملأ بأن هذا القانون تم نشره في الصحف الرسمية وإقراره. نعم تم نشره في الوقائع العراقية. نعم نعم نعم، ولذلك هذه التغريدة متأخرة، لأن أساسا هذا القانون تم إقراره ونشره في الوقائع الرسمية وانتهى هذا الجدل. تبقى الجدل الآخر وهو أنه هل السيد برهم صالح يبقى هو مرشح الاتحاد مع هذا الرفض من قبل سماحة السيد مقتدى الصدر بتغريدته. يبقى هذا القضية متعلق بالاتحاد أنفسهم، هم من يقرر أنه هل يتمسكون بالسيد برهم صالح أم سوف يأتون بمرشح آخر. طيب ما رأيكم أنتم في الإطار التنسيقي باعتبار أن الاتحاد جزء حليف معكم، لا بد أن لكم رأي، يعني إذا ما الاتحاد قال نعم نصر على ترشيح السيد، إعادة ترشيح السيد برهم صالح لولاية ثانية، كيف ستتصرفون؟ نعم. في الإطار التنسيقي، نعم. هل ستحترمون رؤية السيد مقتدى ضمن التغريدة أم أنكم ستحترمون رؤية حليفكم، أقصد هنا الاتحاد الوطني الكردستاني؟ نعم، رأي السيد مقتدى صدر محترم وجميع آراء مواطنينا محترمون أيضا، ولكن نطلب من سماحة السيد أيضا بتغريداته أن تكون تغريداته عادلة ومتساوية مع الجميع، أن يغيرد لماذا لم يتم إعدام هؤلاء الذين تم الحكم عليهم بالإعدام، ولم نسمع لي أو نشاهد لسماحة السيد أي تغريدة في هذا المجال، ولذلك التغريدة محترمة، ونحن إن شاء الله سوف الإطار التنسيقي يأخذ بكلام السيد ويضغط بقوة على الاتحاد
ولكن الأيام القريبة جدا سوف تتضح أكثر إن شاء الله تعالى. نعم، وربما لا تحتاج إلى أيام قادمة. بيان حدد موقف رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، بيان الرئاسة، قال إن موقفه ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ونيل الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني وتحرير وطنه من احتلال الكيان الصهيوني. أعود لك أستاذ كاظم، هذا بيان الرئاسة. نعم أستاذ أنس، حقيقة احنا ما نعرف حيثيات ليش السيد الرئيس برهم صالح ما وقع، شنو السبب ليش ما وقع؟ هنا نبحث عن السبب. أريد بس أعقب على كلام الأستاذ جبار. نعم الأستاذ جبار حقيقة من قال ما شفنا سماحة السيد مقتدى الصدر غرد على إعدام صدام حسين، هاي ما تنطبق، ما تنطبق هاي الواقعة، واقعة صدام حسين ما تنطبق على هاي الواقعة. ليش؟ المصادقة بحكم الإعدام، شوف المصادقة المادة 73 من الدستور، ثامنا المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة مقفولة ما بيها مجال، يعني لازم يوقع رئيس الجمهورية. لا أنا أتوقع السيد جبار إذا سمحت. جبار صدام حسين. نعم 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 نعم، لكن أتوقع السيد جبار المعموري يقصد أحكام إعدام أخرى، لأنه إذا لا هو ذكرها بالاسم، السيد المالكي وقع إعدام صدام حسين. لا 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 لا, لا, لا يوجد شخص أكثر من زايد، لا يوجد شخص أكثر من السيد مقتدى الصدر. نعم. كلما ظهر يلعن النظام السابق ويلعن رمز النظام السابق، فبالتالي هو لا يحتاج إلى تغريدة. أعتقد أن السيد المعموري، فقط للتوضيح أريد أن أعطي المجال للسيد المعموري، ماذا قصدت بالأشخاص الذين يفترض أن السيد مقتدى الصدر كان عليه أن يغرد في موضوع إعدامهم مثلا؟ من؟ نعم نعم، شاهدنا كثير من التلكؤ في قضية الاستمرار بالذين تم القضاء الذي أقر بإعدامهم. نعم. ولم نشهد أي تغريدة لسماحة السيد مقتدى الصدر بهذا الخصوص، ونشكر هنا الأخ الرئيس المالكي الذي هو أخذ بقلمه هذا وأعدم صدام بدون أنه المرور إلى الرئاسة، أو لم يمضي الرئيس في وقتها المرحوم الطالباني. ولذلك أقول ما حدا مما بدأ، ويجب أن نكون أيضا نحن في جميع الأمور على وجه العدالة والتساوي. نعم نعم، هنا سيد جبار الأستاذ كاظم عنده اعتراض، يقول لا تنطبق. لا تنطبق أستاذ أنس كلام أستاذ جبار، لا تنطبق، لا تنطبق هذه الواقع. ليش؟ المادة 73، نحن نتكلم دستور ونتكلم نصوص، لا نتكلم نمدح فلان ونمدح فلتان. هاي خلي تكون واضحة، لأن شعبنا مو ساذج، شعبنا تعب، شعبنا العراقي صار لعشرين سنة متبهذل، يريد الحقيقة. الحقيقة احنا عندنا دستور وعندنا نبي نصلي عليه، اللهم صلي على محمد وآل محمد. المادة 73 تقول ثامنا المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة. نقطة رأس سطر. ليش مام جلال ما وقع هنا؟ ليش مام جلال قبل ما يدخل العراق موقع عدم مع مناهضة أحكام الإعدام في دول العالم كليتها منظمة عالمية وهو عضو فاعل فيها؟ فاعتذر رسميا، اعتذر، قال أنا أشوف بالقانون، أنا أعتذر بصفتي رئيس الجمهورية وحامي الدستور، أنا أعتذر لعدم توقيعي على حكم الإعدام وأحيل الموضوع إلى السيد رئيس الوزراء. السيد رئيس الوزراء آنذاك السيد المالكي قام بحكم الإعدام وتوقيع على حكم الإعدام. هنا اليوم ما تطابق السيد برهم صالح تنفيذ الإعدامات التي بعد، العفو أنا أعتذر من قاطعتك أستاذ، تنفيذ الإعدامات التي بعد إعدام صدام. أستاذ جبار، إحنا عندنا مشاهد يتابعنا، أنت ذكرت المالكي وأنت دائما هذا المالكي ذكرت هذا الجزء، هذا جزء، هذا جزء، ولكن جاوبت على هذا الجزء، جاوبت على هذا الجزء. أما بخصوص كلامك على أحكام الإعدام الباقية مثلا، أنا أقول لك ياها لأن أنا محامي متمرس من 2006 مارست المحاماة، أكو صلوات على النبي، أكو سعوديين، أكو ذباحين، أكو من كل أطياف، شيشانيين موجودين محكومين بالإعدام، فجروا ولدنا، قتلوا ولدنا. طيب يا سيد أستاذ جبار،
هنا رؤساء الوزراء ليش هسه عوف السيد الصدر؟ السيد الصدر ما انت تريد الا تغريده؟ السيد الصدر عوف على صفحه رؤساء الوزراء من 2005 الى اليوم لحد الان مدلليهم ويعطوهم ارقى الاكل وارقى طعام وتليفون. هاي وين؟ هاي موجوده في السجون العراقيه استاذ انس. الارهابي ينطوا احسن اكل. نعم 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 ما احكي محسوب عليك ترى. نعم هذا التصريح. نعم ما احكي من فراغ استاذ. هذا محسوب عليك. نعم ما احكي من فراغ. الحكومة العراقية أعدمت عراقيين نعم على جرائم إرهاب ولكن العرب موجودين. طيب وين هم؟ ليش رؤساء الوزراء تتابعا من كانوا من 2005 إلى اليوم ليش ما يعدموهم؟ هاي واحد. اثنين ردا على الأستاذ جبار، السيد الصدر أكثر من مرة مو تغريدة أكثر من لقاء موجودة على اليوتيوب بإمكان أستاذ جبار أن يطلع عليها، قال ليش تنفيذ أحكام الإعدام بالإرهابيين ده تتأخر وليش؟ لا أنا مو هنا في صدد الدفاع عن الصدريين ولا أنا صدري ولكن أتكلم الحق لأن عندنا يوتيوب نشوفه، والسيد الصدر أكثر من لقاء قال اني احنا لا نتعامل مع الامور بازدواجيه. لا تغريده استاذ، تغريده لم تخرج لنا هذه التغريده استاذ جبار. هذه التغريده بعدين تويتر بعدين تويتر بال 2006 تويتر بال 2006 وين؟ ما هذه التغريده هي عباره عن عتب ولا تعد جريمه حشى السيد مقتدى الصدر، لان انا قريتها كقانوني والبركه بالقضاء العراقي حتى لو يقراها القضاء العراقي. أكو من دا يقول اليوم أنه السيد الصدر نعم ممكن نعم أن يخضع للمادة 225 الخاصة. الخاصة شو تقول المادة 225؟ المادة 225 تقول يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالحبس من أهان بإحدى طرق العلانية رئيس الجمهورية أو من يقوم مقام قانونا. هنا السيد الصدر ما أهان رئيس الجمهورية، ما أهان الرئيس الجمهورية، ده يقول هيات التغريدة يقول من المخجل جدا أنه يرفض، يريد السبب، يريد السبب. هنا شوف ما دام السيد الرئيس ما ذكر الأسباب وما ذكر سبب عدم التوقيع، من حق أي زعيم كتلة، والسيد الصدر ليس زعيم الكتلة، ليس زعيم كتلة، زعيم تيار. أكو فرق بين الكتلة مجموعة أفراد وأكو فرق بين تيار. زعامة روحية. زعامة روحية عقائدية. إحنا الأمريكان ما قدروا يصدرون عليها مرقبض، إحنا خلنا نحكي حكي. لا جديات. السيد الصدر مو شيخ عشيرة حتى. أي لا لا. زعيم روحي. لا مو حكي لسان، مو حكي لسان تجي وتقول والله السيد الصدر، لا لا السيد الصدر غير شكل. طيب. بس إحنا نتكلم بالقانون حتى لا وأخذ على هذا الكلام. هنا تغريد تغريدة السيد الصدر هي عبارة عن انتقاد لبرهم صالح، دي يقول له أنت بما معناه يعني يقول له ليش ما وقعت على التجريم توقيع القانون فيكون من المعيب على الشعب العراقي أن يكون رئيسهم تطبيعيا، يعني يقول عيب على الشعب العراقي رئيسه تطبيعي لأن أنت ما وقعت. طيب خل أنقل السؤال للسيد جبار. أستاذ جبار عفوا، يعني هل ستسمح أدبياتكم بالسعي لتجديد لرئيس جمهورية لا يوقع على قانون تجريم التطبيع ونحن نعلم أن الإطار التنسيقي في بنيته العامة يحمل البنية الإسلامية يعني حزبية؟ نعم جيد، سؤال جيد. نحن هذه التغريدة سوف تأخذ محمل الجد من سماحة السيد، ونحن من أمضينا في وأيدنا هذا القانون تجريم التطبيع، والإسلاميون جميعا نحن مع بلدنا المحتل فلسطين القدس، وإن شاء الله سوف تأخذ في محمل الجد وتدرس، وإن شاء الله تخرج بنتائج كإطاريين وتبعث برسالة إلى الاتحاد. ولذلك نقول أن يجب أن يكون السيد أيضا تغريداته ذات طابع عدالة مع الجميع، يعني الذين سبقوه ولم ينفذوا حكم الإعدام، ومع الرؤساء الذين سبقوا ذلك. نعم نعم. أسأل أيضا، ألست من يوم ساعين في الإطار التنسيقي إلى ضم بعض الكتل، بعض الجهات السياسية التي كنتم سابقا تتهمونها بأنها تسعى إلى التطبيع رغم أنها نفت كثيرا؟ هذا سؤال سياسي. نعم، التطبيع واقع حال عندما ننظر إلى التطبيع في المنطقة، وهو وفتح السفارات والقنصليات في الدول المطبعة ومن زارهم، لا نريد أن نذكر أسماءهم هنا، هنالك تواجده هنا وهناك لحركة للموساد في مناطق بلدنا، ولا نريد أن نعيد ونكرر هذه. التطبيع ومؤتمر التطبيع القادم يوم 15/7 الذي دعا إليه جو بايدن، وهو حماية إسرائيل في المنطقة، ودعا إليه الرئيس العراقي أيضا،
وربما يرتقي الى مستوى تسجيل بالتطبيع اذا كان هذا المؤتمر ها تطبيعيا او يراد من عنده حمايه اسرائيل ايضا. وهذا يعني نعم. انكم مباشره اطلقتم الاحكام على ان هذا المؤتمر ليس في مصلحه لحمايه اسرائيل، لحمايه اسرائيل كما صرح به بايدن. لحمايه اسرائيل. طيب. كما صرح به بايدن. اعود لك استاذ كاظم. استاذ كاظم خل ارجع للشق السياسي. الشق السياسي اليوم اللي تقريبا هو مرتبط بالشق القانوني. الى اي درجه يعني اليوم السيد مقتدى الصدر قالوا هذا على ذمتهم، قالوا ان السيد الصدر اليوم انهى فرص الرئيس برهم صالح بتغريده، والاطار التنسيقي كان قد انهى فرص السيد هوشيار زيباري من خلال المحكمه الاتحاديه. هذا الوضع اللي نعيشه الان بالعراق مناكفات سياسيه نعم التي يرتبط فيها القانوني بالسياسي بشكل او باخر، من يسعى الى من يفترض في صناعه القرار السياسي؟ من البرلمان يسعى الى المحكمه الاتحاديه ام المحكمه الاتحاديه هي من تسعى الى البرلمان؟ هذا السؤال. زين انا عندي سؤال استاذ، انا استاذن لي؟ تفضل. اريد اسال سيد جبار سؤال من خلال قناتكم. تفضل. استاذ جبار، انتم كاطار تحترمون مجلس النواب وقراراته؟ لا اكيد اكيد نعم. احسنت احسنت، اذا احنا متفقين. طيب انت جنابك ذكرت نقطة مهمة جدا، والعالم والكرة الأرضية كلها تتابعنا، واحنا بالنسبة لنا عضو في الجامعة العربية، الدول العربية تتابعنا، وعضو مؤسس في الأمم المتحدة، حتى لا أحد يضحك علينا هسه يقول مستشار قانوني قاعد وما وضح الصورة. بالنسبة ذكرت نقطة جدا مهمة، قلت الموساد الإسرائيلي على أرض العراق مثل ما سمعت إذا ما أكون غلطان. قلت اكو موساد إسرائيلي نعم، قلت هيك لو لا أستاذ عباوة؟ هذا لا يخفى ان التواجد الموساد على ارض العراق، والا والا هاي الجزئيه راح اجاوب ثاني. اسمح لي بس انا اريد، والا كثير من مواقع الحشد ومقراته قصفت وهم الذين اعترفوا. لا القصف واحد والحشد واحد، لا تطببني بغير اطار، لا تطببني بالحشد وكذا. الحشد والقصف هذا واحد. احنا بالنسبة لنا انا سألتك سؤال محدد وقانوني ومهم وشعبنا دائما يبحث عنه، انت ذكرت اكو مواقع للموساد الاسرائيلي، واني سألتك سؤال تحترم مجلس النواب؟ قلت لي نعم. خليني انا اجاوب. اولا انتم ما تحترمون مجلس النواب. اللي حتقول لي ليش؟ من امال انتم؟ الاطاريين؟ لا 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 خلينا نكمل. لا هيك بيها خلينا نكمل. هل اطار التنسيق خدمتك خلينا نكمل. 120 نائب شنو ما يحترمون مجلس النواب؟ من حقه اكو واحد ما يحترم نفسه؟ من حقه يسمع ليش؟ ما يصير ماكو واحد ما يحترم نفسه. استاذ انس خليني اكمل الله يرضى عليك. طيب خلينا نكمل. طيب هسه انا ما حكيت من فراغ. طيب من انقصفت كردستان العزيزة وأربيل تحديدا بحجة وجود مواقع للموساد الإسرائيلي والصهاينة، وهذا الحكي كله ما يشرفنا كعراقيين. أنا أول الناس ما يشرفوني الصهاينة، حتى نكون متفقين أنا أستاذ جبار دي. هو عراقي وأنا عراقي زين، وأنت بالنسبة لك أيضا كعراقي، كليتنا ما يشرفونا صهاينة، وما حد يزاودنا على القضية الفلسطينية، وما حد يزاودنا على حبنا لفلسطين، وما حد يزاودنا على القبلة في فلسطين. حتى أكمل كلام حتى لا حد يطلع لي صفح. اسمع، أولا شكلت لجنة رفيعة المستوى من مجلس النواب، من الأمن الوطني، من مجلس النواب اللي هم جزء من عنده، جزء من عنده الكتلة الأكبر. نعم لا هم نعم. جزء منهم الكتلة الأكبر. لا دخل خدمك، راحت اللجنة وراح وياهم الأمن الوطني وراح وياهم أغلب قادة الأجهزة الأمنية، هم مين؟ من الإطار، الأخوة في الإطار، راحوا إلى كردستان وجوي وتقصوا الحقائق، وطلع قرار رئيس اللجنة ورئاسة اللجنة بتوقيع كل الأجهزة الأمنية إضافة إلى حتى الأخوة في الحشد، أمن الحشد، أثبتوا أنه القصف الصاروخي كان على مواقع مدنية من ضمنها رجل أعمال، بيت رجل أعمال. طيب هنا منين جبت ليها أكو موساد إسرائيلي؟ منين جبت ليها هاي المعلومة؟ جبت ليها من كيفك؟ إحنا نتكلم بالقانون والدستور، وعدنا مجلس نواب ونحترم قراراته. إذا أنتم تحترمون قرارات مجلس النواب، وإنت قلت أني أحترم قرارات مجلس النواب وأحترم مجلس النواب،
هاي واحد. اثنين استاذ انس، حقيقة إن احنا عندنا المناكفات السياسية. اجاوبك لا استاذنا، لا لا تكمل، اترك له حق الاجابة. نعم اجب 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 سيد جبار اذا سمحت. لا شوف شوف راح اقول لك، الضربة الصاروخية الى مواقع الموساد في اربيل كانت رجاء استاذ جبار نتكلم، استاذ جبار الله يرضى عليك لا تقول نعم. مواقع موساد ومواقع اسرائيل يدي شاهدنا العالم، واحنا عراقيين اثنيناتنا انا وياك ما نريد نصير في محط سخرية والعالم تضحك علينا في الجامعة العربية. بس اسمح لي، احنا مرتبطين بالجامعة العربية ما مرتبطين بدولة اخرى مجاورة، ان مرتبطين بالجامعة العربية. بس اسمح لي، ما له علاقة بالدول المجاورة. اكمل أكمل أكمل الفكرة. إحنا الآن نحن الآن أمام الشعب، الشعب يريد هو الشعب نعم تكون الشعب، إذا أنت تحترم الشعب تحترم القانون، أن تكون هنالك حقائق. ولذلك الضربة التي كانت استهدفت موقع للموساد كانت حقيقية ولم يصل التحقيق، هذا شيء آخر. دليلك شنو؟ دليلك أمام الشعب العراقي، أمام الشعب العراقي دليلك شنو أستاذ جبار؟ عزيزي طيب دليلي. طيب أين ذهب النفي الرسمي سيد جبار؟ أنا أسأل، أنا أسأل، ما أريد أن أبحث، ما أريد أن أبحث أمور انتهت يعني الآن انتهت وولد. ها أنتم لا 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 أنت من قلت لي دليلك أجيت بالقانون. نعم هو قال انتهت، لماذا انتهت؟ ربما لأنكم الآن في إطار تحالفات. نحن أمام صفحة جديدة، صفحة جديدة، ممتاز ممتاز. زين شلون راح تخلي إيدك بيد شلون راح تخلي إيدك كيف يا جبار إذا تسمح لي، شلون راح تخلي إيدك بيد كاكا مسعود وأنت البارحة بالأمس القريب قلت عليه صهيوني؟ شلون حتخلي ايدك بيد كاكا مسعود وانت بالامس القريب قلت عليه يضم الموساد؟ وشلون حتخلي ايدك بيده وقلت يؤوي الارهابيين؟ استاذ جبار هاي ازدواجيه بالدوله. هذا مو هذا هذا مو موضوعنا، هذا مو موضوعنا، لا لا مو موضوعنا. انت يعني اليوم يغير؟ لا دي اقول لك، دي اقول لك اليوم يمدح اقليم كردستان، دي اقول لك اني ابدي صفحه جديده سيد جبار. اليوم امام صفحه جديده مع اهلنا الكرد وعامل مع اهلنا. طيب طيب الصفحات الصفحات الجديدة تحتاج الآن احنا نترك الماضي نبدأ صفحة جديدة. جميل. صفحة الحب وبداية وبداية مرحلة جديدة إن شاء الله. جميل جميل الصفحة الجديدة، الصفحة الجديدة. هو ليش ما يبدأ صفحة لا 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 جديدة لا مع السيد الصدر مع المذهب الشيعي مع البيت الشيعي اللي شاف؟ هذا ما أردت أن أسأله. ليش ما يبدأ صفحة جديدة ويا أهلنا بالجنوب؟ هذا ما أردت أن أسأله. ليش ما توفى سيدنا سيدنا أبوس راسك وعمامتك؟ هاي عمامتك اللي إن شاء الله تعلمنا بمضايفنا وتعلمنا بأهلنا وعلمونا أنه العمامة عمامة رسول الله وانت لابسها. تقدر انت اسالك سؤال، تقدر انت هسه تركب سيارتك لو طيارتك وتروح لايران تقولهم فتحوا المي علينا 48 نهر سدوا علينا وموتونا من العطش؟ هسه احنا الثروه السمكيه 2% عندك التقرير. استاذ العفو هسه هذا الكلام لك اللي يسمعه يقول كانه نهر دجله والفرات تابع من ايران، والله عيب يعني هذا الكلام. لا على اساس لا على اساس يا ويلي تركيا ماشي بعيني. لا حطيك الدليل، حطيك الدليل، نهر المشخاب نشا. لا اسمح لي يا عزيزي يتوسلون بيكم، يتوسلون بيكم. انا ابن ديالة، انا ابن الروافد، انا ابن الروافد التي تاتي من هسه. انت مو علاقتك قويه وطيبه بايران؟ علاقتك طيبه بايران؟ اركب طيارتك تقدر تروح تعاتبهم؟ ماكو ماي في ايران، ايران تعيش على العيون، ما عندها انهار مثل العراق. يعني هسه عجيب والله امرك، ايران ما بيها ماي الان، ايران تعيش ايران ما بيها ماي، ايران صارت نسبتها 87 لا العفو 67% ثروه سمكيه من وراء الانهر اللي فرتها عليها. مو انا كلامي، كلام وزيرنا، انا اتحدث قانون، اتحدث قانون. استاذ جبار استاذ جبار استاذ جبار شوف استاذ جبار انت استاذ جبار الانهر ايران. خلي كمل الفكره، خلي كمل الفكره، خلي كمل الفكره، خلي كمل الفكره. ايران ما بيها ماي يقول لي استاذ انس يستفز. يعني عندنا وزير الموارد المائيه، وزير الموارد المائيه قال لا شلون ايران ما بيها؟ استاذ استاذ انس سيد جبار وزير الموارد انا المتضرر، انا المتضرر الان. ايران ماكو ماي، ماكو ماي في ايران، هي عباره عن روافد وهي الروافد يا استاذ جبار انت تدافع عن ايران اكثر من الشعب الايراني، عندك علم لو لا؟ اتمنى في اليوم تدافع عن الشعب العراقي، اتمنى ادافع عن شعبي يا اخي. ماكو ماي، اريد ماي. انا ابن الجنوب، ابن الناصريه. سيد انا ابن الجنوب. نعم وعيب نحكي هيك، انا ابن الجنوب وشيعي، يلا خليك نحكيها. اريد اريد اهلي وناسي بالجنوب بالبصره بالعماره البطاله التخلف الكذا الدمر الجنوب الدمر. احكي لي سببه منو؟ منو سببه؟ المي مقطوع علينا، اعطيني المي. ليش انا سالتك سؤال ما جاوبتني؟ مو قطعه تقدر انت تروح لايران قال عنك قطعه نهر دجله، انت وين رايح؟
لا اله الا الله. استاذ انس، استاذ انس، عندنا وزير، استاذ انس انا احكي بابا، احكي تدري شنو؟ لا احكي قانون، احكي قانون واحكي دستور واحكي ضمير عراقي، احكي ضمير عراقي. ما مجد قال فلان وحكى علان يعطوني تشم في فليسات ناس يطوهم زين، ما له علاقه. انا احكي لك بس استاذ انس، انا الوحي، شوف انا رجال مستقل عراقي وطني مستقل. اسمع اسمع اسمع، وزير الموارد المائيه يعتبر درجه معنويه، صفه معنويه، صرح بالتلفزيون قال ايران سدت علينا المي وما يقدر اي مسؤول يحاججها وما يقدر اي واحد يفك حلقه وياها، وانا راح ادور، انا راح تركيا وتركيا ايش دعوه، وتركيا ايش دعوه، وحده وحده، وانا راح اتوجه الى الامم المتحده، عفوا المحكمه الدوليه، اتوجه للمحكمه الدوليه. سيدنا بس خلي يكمل الفكره سيد الجاي، حتى شعبنا لا تتخبط في الفكره عند الشعب. لا مو صحيح هاي الكلام يا شعبنا، ايران لم تقطع الماء عن احد. استاذ جبار، استاذ جبار، استاذ جبار، ابي طالب لم تقطع الماء عن احد. كل هذا هو غيرت مجرى. استاذ جبار لا تجيب طاري سيدنا الامام، حضره الامام علي بن ابي طالب لا تجيبه بالطاري. تدري ليش؟ سيدنا الامام سلام الله عليه قال خيركم عندي يا شيعتي من جب الغيبة عن نفسه، هاي واحد. يا شيعتي لا تنطقون باسمنا وأنتم تخالفوننا. يا استاذ جبار إن حكمنا 20 سنة باسم علي بن أبي طالب ومات الشعب الشيعي من الجوع والعطش، والشعب السني 3/4 بالسجون. فيا استاذ جبار أثبتنا فشلنا، أثبتنا فشلنا في الحكم، ولا نستحق حكم روضة مو مدرسة، روضة. استاذ انس شو نسوي؟ استاذ انس، استاذ انس خلينا نتحدث بالقانون حتى لا يخرجني من نطاق القانون. بس اهدى، انا درج، لا 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 عفوا عفوا، نقطة يومية بتغريدة. استاذ انس، سيد جبار، سيد جبار، لا عيد ارجع، عيد ارجع استاذ انس، عيد ارجع للسياسة. من حقي ارد، من حقي ارد، انا رجل قانون وشعبنا، وقلت لك اعيدها مرة ثانية، عندي نقابة المحامين تتابعني، عندي مجلس شورى الدولة يتابعني، عندي مجلس القضاء الاعلى يتابعني، انا رجل قانون. اسمع ما احكي من كيفي، وزير الموارد المائية قال الجارة العزيزة حتى لا يزعل علي استاذ جبار لان يموت على ربها الايران. تعرف شنو يموت على ربها الايران؟ ما يحبون العراق، بقلنا يحبون ايران. اسمع اسمع ايش قال وزير الموارد المائية، لا نزايد على وطنية، اسمع اسمع ايش قال سيد الجهاز، ايش قال على ابار ما عندها مي، ايش قال وزير الموارد المائيه؟ ايه؟ وزير الموارد المائيه على ابار، بس خلي يسكت هسه، خلينا نحكي هسه، خلي يسكت هسه. سيدنا بس اسمح لنا، وزير الموارد المائيه وهو صفه معنويه وهو وزير دوله قال ساتوجه بهذا الملف الى المحكمه الدوليه. ليش؟ ايران سدت علينا 48 نهر والفيديو مخزون عندي، الفيديو مخزون عندي. طيب انا سؤالي الى السيد، سيدنا خلي يوجه السؤال، سيدنا لا يمثل إرادة الان اليوم، طلعنا من الموضوع، سيدنا طلعنا من الموضوع، ترى طلعنا من، لا طلعنا والله. استاذ انس تقدر تاخذني للسفير الايراني ونروح انا وياك ونقول له افتح المي؟ هذا السؤال. ماكو مي يا عزيزي، انت لا اله الا الله. طيب طيب هسه، طيب 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 هسه موضوعنا مو المي سيد جبار، سيد جبار، اذا سمحت لك استاذ كاظم، استاذ كاظم، استاذ كاظم يقول معروف حيشوش على الشعب العراقي. اسمح لي، اسمح شعبنا مظلوم يا استاذ، اسمح لي استاذ كاظم، اسمح لي، اسمح لي، من الظلمه، من الظلمه شعبنا، دا اقول لك انا ايران تعيش على العظام. انا اريد ارجع، هسه راح يطلعنا احنا ظالمين ايران. عمي 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 خلينا نفتح صفحه جديده، لحظه راح يطلعنا احنا ظالمين ايران. لحظه سيد جبار، انتم اليوم تسعون الى فتح صفحه جديده، مشكورين. نعم. الإطار التنسيقي، لكن الإطار التنسيقي اليوم كردي سني. نعم نعم، أحد أعضاء الإطار التنسيقي صرح اليوم وقال أن الحكومة القادمة ستتشكل ب 12 وزيرا من الإطار، جميعهم سياسيون وليسوا تكنوقراط، وأن التكنوقراط سيكون للوكلاء والمدراء العامين أو المديرين العامين، حتى نصحح لغويا. ما هذا العزم على الذهاب الى حكومه لوحدكم مع عشر وزارة؟ نعم هذا مطلب سماحه السيد، خلي كمل، الله يخليك. هذا نعم احسنتم، هذا مطلب سماحه السيد مقتدى الصدر سابقا، ان الحصول على 12 وزاره، والاطار جاء بما كان يصبو اليه سماحه السيد مقتدى، ونحن نستمر ان شاء الله في قضيه الاصلاح
الذي وتغريدات السيد كلها كانت تصب في هذا المجال، أن تكون هنالك مساحة للإصلاح في الحكومة القادمة. زين إذا لهالدرجة رغبة السيد، إذا لهالدرجة رغبة السيد محترمة، ليش ما رحتوا وياه على الأغلبية؟ أنا أدري ليش ما خليتوا يدكم بيده. أشو طلعتوا الثلاثي دي طبعوا إسرائيل، طلعتوهم الكرد والسنة عجيب ويا الإمارات عجيب. طلعتوهم عملاء. لا تزعل من أستاذ، أنا أصدق أقاطعك، آسف للمقاطعة، بس دا أحكي حكي موضوعي، موضوعي قانوني، موضوعي قانوني. شعبنا مو جاهل، مو ساذج، الشعب العراقي عظيم والعراق عظيم، ولكن دمرت جهل، دمرت جهل، الجهل دمر عراقنا، هذا دمر جهل عراقنا، دمر بهالطريقة هاي. واعتذر لأني أصرخ بالحق وأصرخ بالقانون. أنا ما عندي شخصنة مع سيد جبار، أستاذ جبار أنا ما عندي شيء وياك حتى تعرف الصورة، بس أنت رجل ما تعرف شيء حقك، وأنا أعتذر للقناة المفروض يجيبون واحد. لا 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 عفوا لا عفوا لا 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 سيد مو قانوني، مو قانوني، رجل سياسي، رجل سياسي، لا رجل سياسي وهو ضيفي، وهو ضيفي ويحترم، كما أن لك احترامك سيد الجحش إذا سمحت لي، إذا سمحت لي، كما أن لك احترامك من موقعك القانوني فله احترامه من موقع السياسي. يمكن وصلتك الفكرة غلط أستاذ جبار. لا 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 سيد أنت معزز مكرم هنا. إيش قد أطلع ويا ضيوف ما في اليوم تجاوزت مع أحد على أحد أبد، أتكلم بالقى، ولكن أنا قصدي شنو، ما أريد يحرجوك بأسئلة أنت ما عندك الإجابة عنها. يعني ما عندك الجواب عنها. أهلنا بالمشخاب راح يسوون ثورة، أهلنا بالناصرية ميتين من العطش، وأنت ما تدري، أنت قاعد بالكرادة سيد، محدود المعلومة سيد، أنت بالكرادة قاعد بترفع، ما تدري حقك، ما تعرف عنها شيء. طيب سيد استاذ كاظم، ارجوك خلي اكمل الحلقه ولكن بشقها السياسي. سيدنا جاوبني، 12 وزاره والوكالات والمديرين العامين راح تكون تكنوقراط، شنو هالعزم على تشكيل الحكومه وبهالسرعه وبهالكيفيه بهالطريقه هاي؟ ليش غير ابي، ليش تشوفكم غير ابي؟ يجب ان يدرك بان نعم. العزم والاطار والاتحاد وبابليون والمكونات الأخرى شكلت أكثر من ثلثين، وإن لم يسرع السيد البرزاني بأن يرشح مع الاتحاد يتفق على هذا، فإن الأخوة سائرون في تشكيل الحكومة، حكومة التي أنتم الثبات الوطني التي تشهدونها، وهي حكومة بهذا التشكيل الذي سوف يخرج إن شاء الله للعراق. نعم، ولكن هنالك تناقض في مسائل. يعني قبل 4 أيام بالضبط، 24 حزيران، طرحت قوى الدولة، وهي جهة محترمة نكن لها الاحترام مع كل الجهات العراقية في الإطار التنسيقي، طرحت فكرة تشبه فكرة طرحها السيد علاوي قبل فترة، تتكلم عن حكومة انتقالية وعن شراكات في الحكم وغيرها. لماذا تبدون أو تبدو فئة كبيرة من الإطار غير آبهة بهذه المبادرات، وهذه نابعة من الإطار التنسيقي؟ وهنالك إنذار قديم ربما من السيد الحكيم، قال اتبعوا مبادرتي. شوف، انتهت المبادرات اليوم، نحن الآن في المرحلة المتقدمة. المرحلة المتقدمة هي حكومة بهذا التشكيل، وهي عبارة حكومة أغلبية يقودها الإطار. نعم، حكومة أغلبية وطنية يقودها الإطار، كما كان السيد يطالب بها، ونحن جئنا من حيث هو كان يطالب يعني بهذه المطالبات، ولذلك اليوم جئنا بحكومة أغلبية وطنية، وهذه الأغلبية الوطنية هي عبارة عن كرد وعن يزيد. هذه إن شاء الله أكثر من الثلثين، وإذا لم يلتحق بهم الآخرين سوف يمضون هؤلاء لن لا، هنالك خيار ثالث سأطرحه على السيد الجحيشي، خيار ثالث طرحه محمود الحياني عضو تحالف الفتح، زميل السيد جبار المعموري من نفس الكتلة وفي الإطار التنسيقي، قال إن عناد بعض الكتل السياسية لعدم المضي بتشكيل الحكومة سيدفعنا المطالبة بحل البرلمان. سيدنا إذا سمحت لي، قال لك حل البرلمان خيار وارد. لا نذهب إلى ذلك، هذا خيار بعيد جدا. محمود الحياني طرحه، زميلك الثبات الوطني لا يذهب إلى ذلك. لا محمود طرحه زميلك محمود الحياني في تصريح. استاذ انس، نعم. اجيب استاذ انس بخصوص انسحاب السيد الصدر. الاطار
وقع في فخ السيد الصدر بن سحاب. هذا فخ كبير خاصة احنا كمراقبين وكمحللين. ليش فخ؟ انا اقول لك ليش فخ. شوف بالامس القريب كانوا يقولون زين مقتدى الصدر شنو كان سمحت السيد شنو كان برنامجه؟ كان برنامجه شنو؟ أغلبية نقاط أغلبية وطنية ولزموني إلي وحاسبوك وتلتي وحاسبونا وكذا 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 وهذا. ولكن زين اللي طار شنو البرنامج ماله؟ توافقية. شنو التوافقية؟ محاصصاتية. محاصصة هاي حصتك هاي وزارة الكذا هاي وزارة الكذا ونفس فلان جيب لي أخي اللي رئيس وزراء من نفس الكذا وكذا وكذا. هم أربعة مدري خمسة يبيوا رجعوا لي واحد. زين زين احنا ملينا وتعبنا من المحاصصة ودمرتنا المحاصصة. تشرين ليش طلعت؟ تشرين ليش طلعت؟ ألف شهيد مات وثلاثين ألف معوق عندنا. والجنوب كله طلع عن بكرة أبيه بتشرين. نعم. زين أنا هسه جاي والله أريد الأرقام مو صحيحة. أرقام خيالية. شنو ألف؟ أنت قبل تقول 800 هسه ما جبت ال 200. 800 عسى ما واحد. هذا الواحد الشهيد أنا عندي مقدس. هذا الشهيد عندي مقدس. واحد 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 ما يخب عيني بعيني ولا تهون على كلامك. على كلامك 800 وألف على كلامك. عمت عين عمت عين أمهاتهم هيش عادي يحكيها بالعراقي. واحد هيدا اسمعني خلي أحكي بالعراقي. عمت عين أمهاتهم ذولي مو شهداء مو عراقيين. 800 ولا ألف؟ قال له خوجي علي ولا علي؟ لا عندنا 800 شلون يقولها ببساطه. 800 فكله 800 ارقام يوميه صعد. ما يخالف 800 800 راح اجي وياك. اسف اعتذر اعتذر منك اعتذر منك 800 50 ارقام خياليه مو صحيحه. بعيني بعيني اعتذر منك يا استاذ يا استاذ. انت ما عرفت ليش اقول لك استاذ لحد الان؟ كم مره كررت استاذ ما عرفت؟ لو عارفها لو محلل سياسه عرفت ليش اقول لك استاذ. زين استاذ جبار لو واحد شهيد شاب خطية طالع على عيشته شيعي خليهيش نصير. أنا أبغض هاي المسميات السخيفة اللي جبتونا إياها بعد 2003 أكرهها. بس أنتوا زرعتوها. شاب طالع حتى ستوته ما عنده يقدر يشتري عيش عائلته. زين عنده خمسة أطفال. هاي دحكي لك على واحد. أنا عندي قصص. أنت تقول لي 800 تستهين بيهم. بعيني أعتذر منك وأعتذر أمام الجمهور. مو ألف 800. زين سويت لي أنت هاي الحكومات سوت لي. كلام مؤسف استاذ أنس. هاي الحكومات سوت لي. هاي الحكومات سوت لي محاصصة دمروا البلد. البلد تدمر من 2003 إلى اليوم. أنت جاني بكل بساطة يجيني بكل بساطة استاذ جبار. زين يستهين يستهين بدماء الشهداء. ما. احنا نحترم الشهداء. انا احترم شهداء الجيش العراقي. احترم شهداء الحشد الشعبي اللي طلعوا بناء على فتوى الامام السيستاني مو بناء عليك وعلى امثالكم. طلعوا لا طلعها السيد السيستاني العظيم. بس زين هو اللي طلع الفتوى ولكن بتصرفات البعض انحرفت الفتوى. استاذ جبار خل نتفق على حب العراق. استاذ جبار خل نتفق على احترام المذهب. استاذ جبار خل نتفق على حب المذهب. استاذ جبار خل نتفق على بقاء المذهب لان المذهب انتوا جايين للقضاء عليه. لحظة بهذا كلامك وهذا ما باتفاق. هذا كلامك فقط عبارة عن إثارة للشارع. هذا كلامك مو صحيح. عموما 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 انا فقط فقط اطلب منك اطلب منك فقط ان تضبط النفس. والله ما انضبط. انا قبل بالعكس بالعكس استاذ انس تدري ما تجاوز. وبالنسبه فقط انتظر اجابه من السيد جبار. سيد جبار الاطار اليوم لا يسمع الا لصوته. شلون عيني؟ الاطار التنسيقي اليوم لا يسمع الا لصوته وربما احيانا يتجاهل اقسام من صوته. يعني كما ذكرنا قبل قليل قوى الدوله مثلا قدموا مقترحهم لكنكم رفضتم وذهبنا إلى خيار ذكره محمود الحياني عضو تحالف الفتح. قال حل البرلمان. حل البرلمان وارد أم لا؟ لا ليس واردا. ليس واردا. نعم. نحن ذاهبون إلى حكومة أغلبية وطنية إذا لم يأتوا الآخرين. إذا ما إجوا فالإطار ماضي بعد العيد إن شاء الله. طيب خيار إعادة الانتخابات كان مقبول من قبل الفتح يعني السيد العامري والسيد الخزعلي حتى أنهم اختلفوا نوعا ما. غير مطروح أساسا. نعم. مع السيد المالكي ولا شخصية مطروحة إلى هذه اللحظة لرئاسة الوزراء. نعم نعم أشكرك نعم. جدا مع احترامي نعم. السيد المالكي.
نعم مشكلة في الصوت ربما. نعم أشكرك جدا القيادة في الإطار التنسيقي. نعم السيد جبار المعمور انتهت ربما الحركة. لم تطرح الإطار. نعم لم يطرح الإطار أي شخصية لهذه اللحظة. نعم نعم أشكرك جدا القيادة في الإطار التنسيقي سيد جبار المعموري، كنت معي في هذه الحلقة. شكرا للمستشار القانوني والخبير الاستراتيجي الأستاذ كاظم الجهش، تعبتنا والله اليوم. شكرا جزيلا. اللي ذكرنا بضيمهن عموما، رحم الله شهداء العراق، نتمنى للعراق كل الخير، وننوه بأن حق الرد مكفول جدا 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 لكل السادة والذوات والجهات التي ذكرت أسماؤها في هذه الحلقة وإن تلميحا. تعالوا هنا وردوا علينا حتى نلقاكم من جديد. في أمان الله وحفظه.